بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون بمحافظه الجيزه. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان زيرو موديل 2023، بنسلمها النهارده بمقدم 30000 جنيه بس. الحلم بقى حقيقه، انت كمان تقدر تستلم دلوقتي عربيه زيرو موديل 2023 بمقدم 30000 جنيه بس. اظن كده مفيش اي حجه لاي حد خالص انه يستلم عربيه بمقدم 30000 جنيه بس، موديل 2023 عربية زيرو، مفيش حجة كده لأي حد. بتمن توك توك تقدر النهاردة تستلم عربية زيرو موديل 2023. نسلمها النهاردة للأستاذ عمرو اللي مشرفنا من محافظة الجيزة. حابين بس نعرف رأيه في المعاملة بتاعت الناس اللي موجودة داخل المعرض ورأيه في العربية. حابين بس نعرف انطباعك الأول عن المعاملة بتاعت الناس اللي موجودة داخل المعرض، إيه رأيك؟ لا الناس بصراحة محترمة هنا و100 100 ومفيش أي مشاكل خالص معاهم بصراحة، يعني محدش أثر معاك في حاجة؟ ولا أي حاجة خالص الحمد لله. يعني احكي لنا بقى الإجراءات كانت ماشية معاك إزاي خاطرك، عشان برضو إيه الناس عايزة تعرف الدنيا كانت ماشية معاك إزاي. والله أنا جيت لحضراتكم أهوت وأنتوا قلت لي على الإجراءات اللي هي صورة البطاقة، صورة وصل كهرباء، صورة البطاقة بتاع الضامن، وبتروح بقى على البنك في بنك القاهرة. تمام، بروح أقدم الورق هناك وهما بيستقبلوا من الورق 3-4 أيام، بيكلموني بيجي عليك عشان تمضي الورق بتاعك، بخلص معاهم هناك وباجي عليكم بسلمين العربيه في ساعتها. واستلمت العربيه حضرتك؟ تمام الحمد لله. وطلع معاك مندوب من المعرض؟ طلع معايا مندوب من المعرض ووصل معاك ورخص العربيه. محمد معايا طلع معايا. رحنا رخصنا وخلصنا العربيه لغايه ما جبنا اهوت الحمد لله يعني. وفعلا دفعت 30000 جنيه بالمقدم؟ فعلا انا دفعت 30000 جنيه في المقدم. تمام اهو خدتك، يعني فعلا خدتك الكلام طلع حقيقه انك تدفع 30000 جنيه تشتري عربيه زي؟ اكيد فعلا هو الكلام حقيقه. تمام أو. الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، الناس الكسوله اللي قاعده في البيت، اللي هي مش عايزه تشتغل، اللي هي دلوقتي بتتحجج بقصه ان المقدم دلوقتي اللي كتير قوي عليها، بمقدم 30000 جنيه تحب تقول لهم ايه النهارده؟ قال لهم اتحركوا، والله يعني اتحركوا وشوفوا اللي انتوا عايزين تجيبوا ايه وتنزلوا تعالوا على هنا وشوفوا اللي انتوا عايزينه ايه. تمام قوي، بمقدم 30000 جنيه تقدر تستلم اي عربيه زيرو النهارده خطاك من غصن الزيتون ارض الممنوعات. حابينك برضو توجه كلمه كده خطاك للناس اللي متابعينا على النت، تحب تقول لهم ايه واحنا في شهر رمضان الكريم؟ قال لهم كل سنه طيبين وشوفوا الموقع على كل شويه وتابعوا الموضوع، واللي عنده نيه ينزل يجي يتفضل عندنا نهوت، مفيش اي مشاكل يعني ان شاء الله. تمام اهو، في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديك خير وفيك شر ان شاء الله. ربنا يخليك ويسر طريقك كده، ربنا يديك الصحه يا رب ويسدم عليك كده مشيتك. اللهم امين يا رب. تسلم يا استاذ عمرو، ربنا يبارك فيك.